وإلى قطاع غزة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي حربه الأطول منذ عقود بقصف غزة جواً وبراً وبحراً. وأعلنت حكومة القطاع أن القصف الإسرائيلي قتل 78 فلسطينياً خلال الساعات 24 الأخيرة. وأفق المعلومات، فإن قصفاً جوياً إسرائيلياً استهدف مواقع في جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع وعلى وسط وشرق خان يونس جنوباً، بما شهدت المناطق الغربية لمدينة غزة غارات بالتزامن مع تعرض مخيم البريج وسط القطاع إلى قصف إسرائيلي. وإلى ذلك، حمل وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته الأخيرة إلى رام الله مقترحاً حول شكل الحكومة المتوقعة لإدارة الضفة الغربية وغزة في اليوم التالي من الحرب. التفاصيل في تقرير لصحيفة الشرق الأوسط. مصدران أمريكي وفلسطيني أكدا للشرق الأوسط أن اللقاء المتوتر الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رام الله الأسبوع الماضي حمل مقترحاً من واشنطن للسلطة لإجراء حزمة من الإصلاحات الموسعة على أجهزتها لتمكينها من القيام بمهامها في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال مرحلة ما بعد الحرب. وبحسب المصادر، تشمل المقترحات الأمريكية لإصلاح هياكل وأجهزة السلطة، تعيين نائب للرئيس، ومنح صلاحيات أوسع لحكومة جديدة من التكنوقراط لإدارة اليوم التالي. ويتمحور الطرح الأمريكي حول حزمة من الإجراءات لتشكيل هيكل حكم جديد لإدارة الضفة وغزة يتمتع بصلاحيات موسعة في قطاعات الأمن والمال والعلاقات الخارجية. ومن المستبعد وفقا للمصدرين أن يتجاوب الرئيس الفلسطيني مع هذه الضغوطات المتصاعدة لتعيين نائب له أو التخلي عن بعض صلاحياته لصالح رئيس وزراء جديد. مصدر فلسطيني قال للشرق الأوسط إن السلطة ترى في مطالب واشنطن بالإصلاح محاولة للتذرع وإلقاء اللوم لإعفاء نفسها من الالتزامات التي قطعتها تجاه السلطة الفلسطينية.